الإعزاز الشهيرة بعملها الجواري في مختلف المجالات، طلقت من الرياضة. الفريق الذي كان يسمى فتح معسكر، ثم تنقل بداية 65 لفريق غالي الماحي خنان، نذكره بخير إن شاء الله ونتمنى له الشفاء العاجل. حقق صعودين العام 1971 سابقا، وسنة 1979 إلى القسم الوطني الأول آنذاك، ثم مشوار ثري منصب المدير المنهجي والأمين العام لرابطة كرة القدم لولاية معسكر. فتحية للابن البار مادي ومعنوي في نفس الوقت، تحت قيادة الرئيس الحاضر معنا هذا المساء سبحان قشتوف، والمدراء الهيئة التنفيذية سيد رئيس الدائرة سيد فريق غالي معسكر جمعية قدماء الجميع. شي الله يحمه الله شي أحمد اللي كنت عرفته شخصيا في الجزائر العاصمة، ولي اليوم تزامن هذا التكريم لتكريمين. كما نرحب بأبينا الشيخ سعيد في هذه المناسبة القيمة والانتباه والالتفاتة الطيبة اللي قامت بها جمعية راديز، ما هي إلا تدخل في العمل الجواري اللي تقوم به إزاء الرياضة، إزاء يعني العلم الكروي بصفة عامة. ونحن إن شاء الله على مقربة، على خطوة من صعود إن شاء الله لفريق غالية، نتمنى إن شاء الله يتمنى بالتوفيق والنجاح. وإحنا الناس اللي يشجعوا الرياضة، لأن الرياضة تلعب دور كبير، تلعب دور كبير في الساحة الاجتماعية، وهي يعني جزء لا يتجزأ، يعني مش شيء اللي نقوم به بصفة عامة في إطار التنمية. الشيء اللي ما درتوش السياسة راه يديروا الكرة دوك. يعني الشيء الواقع أن الكرة تلعب دور كبير في المجتمعات، يعني المجتمعات العالمية والمجتمع العربية، وخاصة المجتمع الجزائري. يعني ما يخفكمش كل مرة وحضوري أو لقائي مع المجتمع إلا ويلحون على صعود الجاية. نظن إن شاء الله يكون هذه بادية خير للوجوه النيرة القديمة اللي عندها تاريخ في الكرة، وكذلك الشيخ سعيد القساس اللي هو معروف يعني في المجال الرياضي وخاصة في المجال المحلي يعني في فريق غاليا. إن شاء الله هذا النوع من التكريمات وهذا النوع من الالتفات تتكرر، وإعطاء يعني الأهمية للاعبين قدماء، وكذلك ما نمروش مرور الكرة، ماشي نقولوا اليوم يعني شخصيات اللي أعطات ما عندها ونجو نقولوا ننسى. دونك نشكرك سي شافي قادة على هذه الالتفاتة الطيبة وما تقومون به إزاء يعني الشخصيات الرياضية المرموقة، ونشكركم كذلك الالتفاتة الطيبة إزاء عمي أحمد الله يرحمه اللي كان قدم الكثير ثم الكثير. يعني كان لما يوقف عمي أحمد في الملاعب والله كل الناس تحترم، كان رحمه الله يعني كان وزن كبير في الجزائر العاصمة وما أدرك العاصمة، يعني ثقل كبير نعترفوا به. ولذلك نشكركم شي خدا شافي انكم فكرتم كذلك في تكريم هذه الشخصيه المرموقه اللي كان عندها تاريخ ونضال كبير في الجزائر العاصمه. وان شاء الله هذا النوع من من من, من المناسبات يتكرر. كما بالمناسبه اشكر كل الصحافه المرئيه والسمعيه والمكتوبه اللي حضرت معنا في هذا اللقاء الكريم، ولي نشكرهم يعني كل ما بخلوش علينا الصحافة تاعنا، ما من حدث إلا وكان فيه تغطية كاملة. يعني احنا الصحافة والإعلام أصبح قوة لأنه سلطة رابعة، وبدون صحافة ما نجموش يعني كما قال لك نروجوا للعمل والتنمية اللي نقوموا به. هذا هو الشيء اللي عنده نقوله بدون إطالة. نشكركم مرة أخرى، نشكر كل جمع الحضور، ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذا النوع من المنافسات، وإن شاء الله الغالية ما تبخلناش يوم السبت إن شاء الله تكون فرحة عارمة على مستوى ولاية معسكر بالتتويج والصعود في هذه المناسبة، ونتمنى إن شاء الله يفرحونا الشعب المعسكري. لازم نفرحوا لأنه كل القلوب متجهة لهذا اللقاء القيم، هذا اللقاء الفاصل اللي نتمنى إن شاء الله بكل الجهد. هذا ما عندي أقول، إن لولا سي شافي لما التقينا في هذا اليوم، لولا سي شافي وهذه المبادرة التي كنا نسمع.
استفدنا منه. سوف محمد المعروف بعمي أحمد، ونشكر كان السيد الوالي تاع معسكر على واش كاع واش قال على المرحوم، انسي كو السيد عمارة اللي معروف عندكم هنا بزاف، وان شاء الله يا ربي هذا العام باش ان شاء الله بربي الصعود تاع غالية معسكر ان شاء الله ربي تفرحوا كاع، يعطيكم الصحة على كل حال. فمي تاع عمي أحمد كاع تشكركم على التكريمات. شكرا لك الصحة. الله يسلمك الوالد. شكا يخليكم حاجة على الرياضة ولا على شو تفكروا بزاف حاجة؟ لا لا، كل حال ما عندوش فريق مميز، هو يحب كاع لي زيكيب، هو يحب لومبيونس، كي يدخل الستاد يحب لومبيونس، حاجة يحب يفرح هذاك المناصرين، يحب كي يدخلوا فرحانين ويخرجوا كانوا فرحانين حتى لديورهم. المهم الحاجة اللي يحبها سي لومبيونس. الله يسلمك. ما تدوه له؟ لا لا أنا هنا صاص أحمد تخليل صورة سيد أحمد. هذه نشكر لاراديوز على رأسها سي قادة الشافي، ونشكر الناس اللي حضرت معنا اللي شرفتنا، بارك الله فيكم. وقاعد يطلعش حاجة ولا ربي خلصه، ما ننسوش الوالي تاع معسكر اللي ساهم على الصعود تاع القالية مع رئيس الفريق والشعب، ونتمنوا الغالي فاني يزيد يصعد من دوزيام فوا فاني وناسيوناليون. على كل حال بلا ما ننسو فاني سي الوالي اللي نشكروه شكر جزيل ان شاء الله، ربي يخلصكم. عمي سعيد صورة الأمير عبد القادر، صورة تذكارية للأمير عبد القادر من السيد والي ولاية معسكر سيد صالح العفاني للسيد قادة شافي وجمعية لاراديوز. لكل حال أنا جد مسرور بهذا الحفل المتواضع اللي يعني لما استقبلت يعني الطلب تاع لاراديوز جمعيه لاراديوز انها تحتضن هذا الحفل المتكرم، يعني كنت جد مسرور. وحنا اليوم نكرم وجوه رياضيه وجوه تاريخيه بحضور لاعبين قدماء تاع معسكر، هذا دليل قاطع ان لا بد من اعطاء الاهميه لقطاع الشبيبه والرياضه. فبهذه المناسبه اشكر السيد قادة شافي لتفكير في هذا النوع من المبادرات، إن دل على شيء فإنما يدل أن هذه الجمعية تستثمر في التاريخ باش يكون هناك مستقبل زاهر للجزائر، لأنه على أساس يعني الأساس الماضي يبنى الحاضر، يبنى الحاضر. وإحنا اليوم نشجع هذا النوع من المبادرات اللي قامت به جمعية لاراديوز أنها تقول كرسالة أنها ما تنساش
يعني النضال تاع القدماء ما تنساش الناس اللي كتبوا تاريخ، ما تنساش يعني الناس اللي كان لهم الفضل في يعني بناء جزائر قوية وهي تشجع أحد الوجوه التاريخية، وكذلك الناس اللي كان لها نضال كبير في الكرة الجزائرية وبالأخص الكرة على مستوى ولاية معسكر. ونحن كذلك فخورين أننا نكرم أحد الشخصيات اللي معروفة، هو معروف بسي عمي أحمد اللي أعطى الكثير ثم الكثير للرياضة الجزائرية والاستقرار للجزائر. اليوم معسكر راهي تكرم ابنها البار، ابنها البار هو سي أحمد المعروف في الساحة الرياضية. نتمنى هذا النوع من المبادرات إن شاء الله تتكرر، وهي رسالة قوية من جمعية رادياز أنها ما ننساوش الناس اللي كان لهم الفضل في بناء هذه الجزائر، الناس اللي كانوا لهم الفضل في بناء هذه القطاعات المختلفة سواء في المجال الرياضي أو المجال الثقافي أو مجالات أخرى. دونك أن هذا الشيء يعني اللي نشجعه احنا كسلطات محلية، نشجع الرياضة بصفة خاصة، ونحن فخورين يعني بالشيء اللي وصلت له الكرة على مستوى ولاية معسكر. ونتمنى إن شاء الله توجد يعني نتوج بالصعود هذا العام إن شاء الله، لأنه الكثير ثم الكثير من الناس يعني سكان معسكر كلها مركزة على هذا اليوم التاريخي اللي هو يوم السبت إن شاء الله. وإن شاء الله يكون حفل يعني حفل كبير على مستوى ولاية معسكر، وأنتم شارك في كل الفعاليات، وإن شاء الله يكون يعني فال خير على الجزائر وعلى ولاية معسكر. مشكور. أولا نحن جد مسرورين بالاستقبال الكبير اللي حظيت به جمعية رادياز فيما قال ولاية معسكر. اليوم تزامن التكريم تاعنا لعمي قصاص أطال الله من عمره وعائلة عمي أحمد الشرطي المعروف، واحد أهم وأنشط الإطارات تاع الأمن الوطني منذ الاستقلال ربي يرحمه. اليوم هذا احتراف وتكريم للرياضة المعسكرية اللي أنجبت يعني قد لاعبين كبار يعني خدموا الرياضة الوطنية ويعني وخدموا الرياضة الشبابية. احنا الحفل تاعنا تزامن مع النهضة الكبيرة اللي هي تعرفها كرة القدم المعسكرية. نتمنى ان شاء الله اولا بهذا التكريم يكون في الخير ان شاء الله لصعود فريق غالي معسكر ولعودته الى القسم الوطني الثاني ان شاء الله السنة القادمة. نتمنى باش هذا الفريق يعود لما كانوا للقسم الوطني الاول. فريق معسكر يستاهل كل خير. الادارة في مدينة معسكر ورأسها سيد الولي مشكورة على التنمية المحلية وعلى التدعيم اللي تقدمه للشباب. اليوم كنا في زيارة خفيفة في مدينة معسكر، شتنا الملاعب الجوارية اللي تعطي فرصة للشباب يعني الغير المنخرط في البطولة الولاية باش يمارس الرياضة يعني بعيدا عن ضغط النتائج، وهي كذلك فرصة باش يبتعد عن الآفات الاجتماعية. يعني مشكور القطاع تاع مدينة الشبيبة والرياضة وعلى رأسها سيد الوالي على هذه الملاعب الجوارية. إن شاء الله نطلبوا باش يكون دعم كثير إن شاء الله في الولايات. حنا نتمنوا الشباب تاع مدينة معسكر يعني يتجاور ان شاء الله يعني تكون هناك يعني تعامل مع الاداره وعلى سيد الوالي، والفائده دائما تكون لصالح الشباب ولصالح مدينه معسكر. ان شاء الله المبادره تاعنا هذه ما تكونش المره الاخيره. نتمنى من الحركه الجمعويه والمجتمع المدني باش يتفكروا جميع يعني الشخصيات اللي خدموا مدينه معسكر سواء على المستوى الرياضي الثقافي او يعني الفني. يعني هذه مدينه قدمت كثير للجزائر منذ الاستقلال ان شاء الله. هذه بديرة أولى إن شاء الله، وإحنا ضد النسيان. شكرا مرة أخرى على الاستقبال، وإن شاء الله يعني الرياضة وكرة القدم العسكرية تعود إلى مجدها يعني القديم إن شاء الله. سي هذا لاغريابل انستان كو نو سوم ان تران دو فيفر دو توت مانيير جو ني كا رينوفلي انكور مي ريميرسيمون اي سو ني با دو لا ديماغوجي كونت اون باس كلكو زاني سورتو دوبوي مون جون اج دوبوي où j'étais amateur jusqu'à devenir membre de l'équipe FLN. Je n'ai eu que de bonnes rencontres هنا. Parmi eux se trouvait هذا سي احمد اللي هضرت عليه سي الحاج. J'étais encore jeune. J'ai mes camarades هنا ils la connaissent très bien, mais pour vous faire rire parce que vous avez besoin peut-être de vous détendre un petit peu. خاطر في معسكر كنت عندي 17 عام ونص. جيت فايت حدا واحدين زوج الناس كانوا دايرين في لي تريبيون لوت كوتي يافي ان غرياج يافي دو بيرسون اجي. ملي قربت حداهم واحد رفد فرساخه حجره وضربني للراس بها. انا جوسكو لا جيتي موايان. كون جي روسو كعرف سيت بيير درت كيما انا كلقيت الدم وفي ديك الجريه تاعي تالمون جيتي نيرفي سور سوكو لحقت على الكره ضربتها جبتها لداخل.
منين وصلت لبلاصتي عند دوك لي دو يو قال خلا ضربوك هذا السيد كان راقد واش داك تنوط فيه.